السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم جينا بمنطقة مكان، وإن شاء الله بنصور لكم منطقة مكان. هذه مكان ما شاء الله، مثل ما تلاحظ هذا الشارع سرابي تقل لين هنا. طبعا ننصح أي شخص يريد يزور هذه المنطقة يكون السيارة الفور ويل، وفيه صوالين مثل هذا. شوف السيارات الصغيرة، هذا جايب سيارة واحدة بس الفور ويل أفضل شيء. وطبعا هذه منطقة وكان في الصيف، الحين جوها بارد، وهذه المنطقة لما تجي لازم تكون تحجز لك موقف هنا، أو في بعض الأوقات تكون المواقف بشكل تكون مواقف محبوسة. طبعا هذه أول علامة للمسار، الدرج تعال. هذا المسار، وطبعا هذا المسار اللي يوديك للمزارع يكون وصل المنازل. علاية من المسار موجودة. ما شاء الله بدينا هذا الرمان مزارع. هذا الرمان، وهذا القرية، وهذا المزارع مثل ما تلاحظون. ما شاء الله هذه شجرة المشمش، ما شاء الله شوف الثمرة، وهذه ثمرة المشمش ما شاء الله. هذا العنب ما شاء الله، شوف كيف المدرجات ما شاء الله. هذا أجمل مسار، لاحظوا شوف الدرج. أي حد يريد استمتع في الطبيعة يجي منطقة وكان. طبعا الجو بارد، تسوي لك الياقة هنا مع الطبيعة. وإن شاء الله شوف ما شاء الله منطقة. تبارك الرحمن. والجو هنا ان شاء الله منطقة جميلة جدا. شوف هناك البيوت القديمة. في هذه المنطقة كل أشياء تراثية مثل ما تلاحظون. شوف هذا، شوف الطريقة، شوف الباب، كل شيء ما شاء الله.
ترتيب ومنظم، تنظيم ممتاز. مثل ما تلاحظون شوف الترتيب كيف، شوف ما شاء الله، شوف وين الفلق يمشي. قرية مكان أجمل القرية. طبعا الحين في فترة الصيف تكون المنطقة جوها بارد. طبعا في هذه المنطقة يكون الغروب في وقت متقدم، والحين مثل ما تلاحظوا الساعة 43 دقيقة. نشوف الشمس بادية تختفي. طبعا هذا الجبل مغطي هذه المنطقة، عشان كذا الغروب عن فيها يكون من بدري. طبعا نحن نوصل لهذا المكان، احتاج لي أقل متوسطة. كيف الجو؟ ما ودك تطلع من هنا؟ نحن لو جايبين أغراضنا كنا نسوي العشاء هناك. طبعا شكل الجماعة يشتغلوا في الفلك توقيتات هذه. ان شاء الله. شوف طبعا هذا الماء، هذا من الجبل ترى من عين. هذا المسار اي حد يجيب عائلة يجيب وهو مرتاح. طبعا ما في شيء يعني متعب او خطير، وهذا ستاندات من سوايا الحماية. شوفك يا سبحان الله مدرجات مزارع. عائلة ولا شيء يوصل.
لأنه بيكون في مسار قبل هذا المسار. هذا المسار يوديك للجبل الأخضر، يحتاج شوي لياقة قوية. نحن بنوصل لهذا المستوى، صار مكمل. نحتاج لياقة طبعا تكمل المسار كذا لين تطلع هذا الجبل، تكون من الخلف، توصل خلف الجبل. شوف كم مسار هذا، مسار بين الجبال هذول. شوف يا سبحان الله، شوف هذا الجمال. تمشي في المكان صراحة هذا الوقت، طبعا هذا الوقت العصر. نحن وصلنا لهذا المكان طبعاً لما تلاحظوا، بس المسار ترى مستمر كذا 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 كذا، ويطلع الجبل، وطبعا تروح خلف هذا الجبل يودي تقريبا للجبل الأخضر. هذا المسار تقريبا 7 كيلو أو 8 كيلو تقريبا، بس مسار جميل صراحة. والحين بننزل لمنطقة وكان بالنفس من منطقة من المزارع. زيارة للمنطقة والهايك خفيف وبكذا عصفورين حجر. طبعا هذا آخر مكان توصل له، بس في مسار هنا مثل ما خبرناكم المسار اللي كنا ماشيينه بهذه العلامة، يطلع فوق الجبل. بس إذا كان عندك عوائل ولا شيء توصل لهذه المنطقة. بس شوفوا ما شاء الله المكان جميل صراحة. الحين صرنا نرجع مرة ثانية للمزارع اللي هناك. ما شاء الله العنب. الرمان بعد الثمرة ما شاء الله. المشمش على منتصف 4000 4 في منتصف 4. وهذا طبعا ثمرة المشمش.
طبعا نزلنا عن قرية وكان وهذا المسار وقينا كذا، والحين احنا بنمشي شوي نسوي رياضة اكثر نزول. وبكذا بننهي الفيديو. اذا كنتم ما مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وحطوا لنا لايك. في امان الله ومع السلامة.